أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فنون. وزي ما عودناكم في برنامجنا كل ما هو جديد كل ألوان الفنون، النهاردة هنبتدي حلقتنا معاكم بطريقة غير تقليدية ومألوفة. يعني لو جينا نتكلم عن علاقة الجغرافيا، أو بمعنى أوضح الجنوب المصري اللي اشتهر بعاداته وتقاليده وعرفه في بما يسمى بفن الواو. وفن الواو فن اشتهر به معظم نساء ورجال الصعيد، وكان مؤسس هذا الفن هو أحمد ابن عروس في عصر المماليك، وكان من أشهر كلماته: محدش خالي من الهم حتى قلوع المراكب، اوعى تقول للندل يا عم ولو كان عالسرج راكب. والمقولة الشهيرة أو المربع الشهير: ولابد عن يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. ولكن إذا ذكر فن الواو ذكر معه الباحث والشاعر الكبير عبد الستار سليم، أبرز المجددين لهذا الفن، وكان من أشهر كلماته: هبدأ كلامي وصلي علي الغزالة مشتله، واحكيله علي حصلي وارمي همومي في مشتله. معي ومعكم اليوم قيصر الشرق، الشاعر الجنوبي ابن محافظة المنيا والمشرف العام على سامر ابن عروس فرع محافظة المنيا، الشاعر هاني سطوحي. أهلا بك أستاذ هاني، وحضرتك نورتنا ونورت البرنامج. شرف ليا ومنور القاهره كلها. ربنا يخليك. اولا انا هبتدي الحلقه معاك هتخلى فيها خالص عن الروتين. هبتدي بطريقه تقليديه يعني، وهنقول مألوفه برضو، وهنخليها قاعده دردشه عاديه خالص. تمام. فهبتدي حلقتي معاك. اولا، على حد علمي ان فن الواو كان حكرا على محافظه قنا ثم أسوان والأقصر وانتهى بسوهاج. إزاي التقيت بفن الواو بما إنك أو انتقل إلى محافظة المنيا بما إنك مواطن من أهل هذه المدينة؟ تمام، اتفضل. مبدئيا حضرتك أول ما اتكلمتي عن فن الواو أنت ذكرتي عالم من أعلام فن الواو، المؤسس واللي حمل لواء البعث والإحياء أستاذنا عبد الستار سليم، هو له الفضل على هذا الفن. إذا كان أحمد عروس هو المؤسس فانتهى الفن مع أحمد عروس، ولكن جاء عبد الستار سليم مع حفظ الألقاب بالبعث والإحياء لهذا الفن من جديد. ده رقم واحد. طبعا حضرتك قلت مربعين فيهم خطأ عشان حضرتك مش من أهل الصعيد. عشان أنا مش من أهل الصعيد فما يتخدش عليا. أيوة. لا يعني في بعض المصطلحات ما تأخذش على أهل القاهرة ولا الدلتا ولا الساحل ولا القنال، لأن هي لهجتنا ما حدش يعرف يقولها غيرنا. فأحمد عروس بيقول: ولا حد خالي من الهم حتى قلوع المراكب. وما قالش إلوع، لأن لو قال إلوع كانت تبقى مشكلة. ماشي، أنتوا ولا حد خالي من الهم حتى قلوع المراكب، ما تقولش للواطي يا عم لو كان على السرج راكب. ده بالنسبه لاحمد عروس. عبد الستار سليم بيقول: ابدا كلامي حصل لي علي الغزاله مشت له، مش مشت له، علي الغزاله مشت له، واحكي له علي حصل لي وازرع همومي في مشاتلي. على فكره انا قاعده طول ما انا بعد الحلقه عايزه احفظ زيكم، انا مش عارفه احفظ زيكم. لكن كل شاعر بيبقى له اللكنه بتاعته. يمكن انا ملاحظه ان انتم معتزين بلكنتكم قوي. الصعيد فيه 40 مليون، النهارده ال 40 مليون شبه بعض، عاملين زي المربع بالظبط. ما المربع المربعات كلها شبه بعض. فطبعا اذا كان عام 1800 هو عصر البعث والاحياء للدوله الحديثه في مصر، فعبد الستار سليم هو حامل لواء البعث والإحياء لفن الواو. جميل. له كل فضل على هذا الفن، وله يد على فن الواو قام بجمعه وانتقل من محافظة إلى محافظة. اشتهر الصعيد بحفظ المربعات، هو كان بيخش كل البيوت ويحقق فيها طبعا، لأن الجمع والتحقيق دي قصة كبيرة، مش قصة سهلة. أحسن الناس تفكر إن واحد خد من حد حاجة حطها في ورق بقت سهلة، لا دي فيها تحقيق. وطبعا عشان ده جزء من اهتماماتي في إن شاء الله نتكلم في الحلقة في الجزء ده، فده جزء من الاهتمامات، يعني جزء صعب. كلمة جمع وتحقيق دي حاجة صعبة قوي يعني. فن الواو في الصعيد عامة السيدات تقوله قبل الرجال.
الست في الصعيد. أذكر لما أنا كنت عملت عندكم لقاء صحفي في يوم من الأيام، يعني أنت حد عندكم قال لي أنت عملتي اللي إحنا ما قدرناش نعمله، أنت جبتي المربعات من فم السيدات. طبعا، نظرا إلى أن لازالت السيدات في القرى تخجل إن هي تتكلم، ما تطلعش يعني في مش متتعرضش للشارع زيها زي أهل المدينة. ف يعني بقول لك المربعات او فن الواو عامه اشتهر في الصعيد بين النساء قبل الرجال، وابتدى الفن ينتشر بطريقه مش عاديه، مش الطبيعي بتاعه. يعني الناس بتقول امثال شعبيه في المواقف عندنا، الناس بتقول شعر، الناس يعني المربعات دي اساسي، مش المربعات بس برضه عشان نقف عند النقطه دي، لا في المربعات، في فن، في الموال السباعي، في التلتاوي، في الرباعية، في الشعر العامي، في الفصحى، في النبطي، كل ده اشتهر في أهل الصعيد. اتفضل. فن الواو، وأنا بعمل يعني على حد علمي، إن هو اعتمد على أسلوب التورية والغموض أحياناً. طبعاً. الحكمة بين البسطاء، والهروب يعني الهجاء للهروب من العقاب والرقابة أحياناً أخرى. تمام. إزاي انت ممكن تقول لنا مربعات لفن الواو توضح فيها اللي انا بقوله، لان احنا معظمنا او في ناس كتيرة ما تعرفش فن الواو ان هو فن جناس، وان هو بيعتمد على الجناس القوي، وقوة المربع بتكون في قوة جناسه. بالظبط. فحضرتك توضح لنا وتسمعنا حاجة بقى ايه من مربعاتك. خليني في الأول، انا سمعتها لك قبل كده في منتديات ثقافية. في مربع انا بعتز به جدا لأستاذنا عبد الستار سليم. اتفضل. المربع ده انا بحبه على المستوى الشخصي وعرفته من خلاله. المربع بيقول على حظ ياخي اتلوى الزان، على حظ ياخي اتلوى الزان. الزان ما بيتلويش، الحاجة الوحيدة في أنواع الشجر كل ما بيتلويش هو الزان. طب أنا دلوقتي ممكن ما عرفتهاش إلا لما أنت قلتها. فبيقول على حظ ياخي اتلوى الزان وعملت منه سريري، على حظ ياخي اتلوى الزان وعملت منه سريري، لو يوزن الجول والزان جمحك ما يسوى شعيري. الله، ده من أجمل المربعات اللي أنا يعني شوف، اتلوى الزان، لوى الزان، وجاب هنا تاني لو يوزن الجول والزان، ادي الجناس التام اللي هو عليه اللي فوق زي الشطر الاول. يعتمد المربع الشطر الاول والشطر الثالث، الشطر الثاني والشطر الرابع. الكلمه اللي بنقفل بيها هنا هي اللي بنقفل بيها هنا، بس مع اختلاف المعنى. الشطر الرابع والشطر الثاني الاثنين مع بعض، اللي بنقفل بيها هنا هي اللي بنقفل بيها هنا، بس مع اختلاف ايه؟ ولكن مع اختلاف النطق المعنى. واحد، ولكن النطق واحد. عندك، عندنا احنا في الصعيد بقى احنا بنعرف نطوع اللغه، احنا بنعرف نطوعها، اللغه عندنا عجيبه، عشان كده بتنطقها صح، عشان كده بننطقها صح. يعني مثلا كلمه، انا في مربع مثلا اديكي مثال، لكن هقول لك بعض المربعات. بقول ابدر جمايل في جامع، ابدر جمايل في جامع، اسمعها فجراس الكنيسه، ده الخير يا خلق جامع والشر انا كنيسه. لو انا هقول بلهجتكم كنيسه، ما اعرفش اقول كنيسه في الثانيه، لكن لازم اقول كنيسه عشان اقول ايه كنيسه، اي كنستو، الكنيسه بالمجاش. فده بالنسبه ليعني فن الواو، قوه الجناس، الهروب من الهروب من العقاب او الحساب زي ما بيقولوا. عم احمد فؤاد نجم كان بيقول الكلمه انت السيد، انت السيد بتاعها، انا الريس عليها، اطوع اقولها زي ما انا عايز. فإذا قلت كلمة وأتحاسب عليها يبقى أنا فعلا أستاهل الحساب، أستاهل الحساب على طول، ما أنا الكلمة أنا اللي أطلعها، يبقى أقول الكلمة في موضعها صح. أبدأ كلامي وسلم، أتني بصلاتي على أحمد، يا رب نجي وسلم، طول عمري ساجد وأحمد، أشهد أن الله ربي والمصطفى أدى الأمانة، بالقرآن أكبر وربي والكعبة قبلتنا ومأوانا، نجمي وبلدي تميمي والنجب قالوا السطوحي، نجمي وبلدي تميمي والنجب قالوا السطوحي، الشعر عندي تميمي كمرايا عالية بسطوحي، نجمي وفارس تميم والعرق يجبد يا خالي، فعلي وقولي تميم وارث أبويا وخالي، كتبوا في عزي مراجع، كتبوا في عزي مراجع، كتب كتبوا في عزي مراجع، دلي يشرق قريني قرئني، كتبوا في عزي مراجع، دلي يشرق قريني، دايس في خصمي مراجع والعين ما شايفه قريني،
الشرق ده مسقط لراسي، كل عصبة فوق العمامي. الشرق ده مسقط لراسي، كل عصبة فوق العمامي. الشرق ده مسقط لراسي، كل عصبة فوق العمامي. تميمي دي هي المراسي، عالضفة سكنة عمامي. رمالك تسوى ذهبهم، عني لأهلك وناسك. يمشي حداكي مهبهم، كأنه في الحج ناسك. خسيس عنده دواوين مضايف، دواوين تسمى عندنا، المضايف عندك وتسمى عندنا احنا دواوين. خسيس عنده دواوين، ترجى الحروف يمدحوه. شاعر ما عندي دواوين كتب، شاعر ما عندي دواوين. سبيته هو وأبوه، خدت اللي تشبهني واشبهها، خدت اللي تشبهني واشبهها، اللي شبهي وشبهها، خدت اللي تشبهني واشبهها. على ايدي كبرت وخطت، خدت اللي تشبهني واشبهها. على ايدي كبرت وخطت، لا يوم تشبهني ولا اشبهها، ولا كتبت لغيري وخطت. الله الله يا استاذ. جزء من المربعات طبعا، يعني انا اختصرت جزء صغير. يعني بما انك اتكلمت عن تميم، تميم دي اسم قريتك الشيخ تمي. يعني انت برضو صلحي لاني انا الشيخ تمي. الشيخ تمي، الشيخ تمي. فالشيخ تمي انت ذكرتها كتير في كتاباتك وفي مربعاتك اللي انا سمعتها في منتديات كتير. بتتكلم عن قريتك، هل قريتك حبا ليها ولا كانت هي مصدر امداد ثقافي ليك ولاشعارك؟ وليه انت ما سميتش نفسك هاني، يعني ما رفقتش اسمك باسم هاني التميمي زي ما الخال الابنودي عمل وسمى نفسه الخال الابنودي؟ عشان مسكت ميزان العدل، اذكرها في قصائدي واذكر اسمي. الله. يعرف الشاعر هاني سطوحي قرية التميم. مسكت ميزان العدل للاثنين عشان ما يجيش على حد. اسمي لازم يذكر، اسمي ولقبي وعائلتي اللي انا بعتز بيها طبعا وافتخر بيها لازم يذكر. دي كان الجزء الاول. الجزء الثاني اسم القريه ما تجاهلتوش، في كل مربعات لا يخلو مربع. انا كل اللي قلته في المربعات ده انا اقصد به الشيخ تمي طبعا في كل مربعات. فمسكت لها ميزان العدل عشان يبقوا الاثنين في كفه واحده عندي، اسمي واسم القريه. اما عن الامتداد للقريه، بالنسبه للقريه انا لو اتكلمت اخشى ان الناس تقول ان انا ببالغ، ولكن انا بقولها على الهوى، وان كان حد يطلع الخطوط مفتوحه طبعا. لا الخطوط مفتوحه. طيب وقول اللي حضرتك نفسك فيها، انا مستعد لاي مداخله. لا اي حاجه. قول اللي حضرتك نفسك فيه. اقولها وبميل افمي. من يمرر بقريتي ولم يجد فيها من يكتب الشعر، ومن لم يلقيه ومن لم يحفظ من لم يحفظه فليعلم انه خارج حدودها. اقولها وبميل افمي. جميل. اللي يدخل الشيخ تمي وما يلاقيش لا واحد بيكتب شعر ولا واحد حافظ شعر ولا واحد بيلقي شعر، يعرف ان هو خارج حدودها على طول. انا اذكر ان انا لما جيت اعمل عندكم اللقاء الصحفي لجريده العروبه، اكتشفت ان الاطفال نفسيهم بيقولوا، الاطفال في سن مبكره يعني لسه ما تموش حتى 11 سنه، ولقيتهم بيكتبوا فعلا الشعر. وانا اصدقك في دي لان دي انا شفتها على حياتي عيني. اقل من كده. انا يعني مش انا عندي اولاد اخواتي. طب اتفضل. هقطعك، معايا اتصال تليفوني. الو. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ سعاد سعد يا فندم. اهلا الشاعره الجميله سعاد سعد. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ شاعرتك منورانا ومنوره. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. اهلا بيكي ومخرج البرنامج وقصه العمل كله. حبيبه قلبي ده انت اللي منورانا. الله اكبر عليكم، منورين الدنيا والقناه جميله وانتم جميلين والبرنامج رائع رائع رائع. وطبعا انا يعني مبسوطه قوي قوي انك مستضيفانا. ما شاء الله شاعر من اجمل يعني الشاعر الكبير ما شاء الله عليه هاني سطوحي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. حبيبي الله اكبر عليك، منورين. الله يخليك يا حبيبتي. وطبعا انا مش حاسه مجروحه بقى اني شاعره زيكم، انت شاعره هو شاعر فمش حاسه مجروحه. الله يخليك يا حبيبتي. الشاعر الشاعره سعاد سعد مشرفانا دايما في جريده العروبه صفحه الادب. العروبه يا فندم. ممنونين ممنونين. لا يا حبيبي بمناسبه جريده اسمحي لي فعلا الشعراء بيدعوا لكم وبيدعوا ما شاء الله للناس القائمين على الجريده، لانها جريده ما شاء الله بتدعم المواهب الشابه وبتخدم كمان الشعراء الكبار ما شاء الله عليهم. حبيبه قلبي ربنا يديكي الصحه يا رب. وتحبي تقولي ايه للشاعر هاني سطوحي؟
هقول له منور الدنيا واشعارها الجميله واستاذنا احاسيسك الرائعه. ومش عاوزه اقول بقى شاعر يعني اسماعيل، لانك انت تعتبر يعني في النص كده يعني، لا ما شاء الله يعني بحس ان هو ما شاء ده هو لافف في الوسط كله يا استاذه سعاد. لا لا ما شاء الله استاذه سعاد سعد ليست حكرا على شاعره وانما فنانه تشكيليه. يعني ربنا يخليه. الفن التشكيلي كله مجالته حطته في الشعر. جميل. وطبعا دائما وابدا بيوصوا الشاعر اقرا فن تشكيلي في دراسات الفن التشكيلي لكي تنعكس الصوره على القصيده. فهي من ضمن الناس اللي ابدعت في القصيده، وانا اذكر ليها قصيده واهم قصائدها فاتوره كهربا طبعا. جميل. ما نقدرش ننساها القصيده دي. طبعا الشاعر معاناه الناس شاعرنا الشاعر طبعا ربنا، وهو الشاعر لسان لسان الامه. لسان الامه في حضرتك يعني لما درسنا كده، انا اصلا تخصص نحت، فلما درسنا كده في فنان بيبقى في برج عادي ملوش دعوه، هو بيعمل فن لمجرد الفن ملوش علاقه بمعاناه الناس. في ناس من جمال زي حضرتك وزي بشرى وزي شهرة، ربنا يخليك يا حبيبتي، يعني مفيش مجال لذكرهم، الوقت لا يتسع. ما شاء الله انا بحس ان انت ابن الارض وابن النيل وابن طمي النيل، وبحس ان انت بتعبر عن معاناه بلدك، وبحس ان انت ما شاء الله يعني كلامك جميل ومعبر عن الواقع، ودي حاجه حلوه قوي صراحه. ربنا يخليك يا استاذ سعاد، وهنسمع منه قصائد على كم كافي النهارده باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بنشكرك وشكرا لاتصالك استاذ سعاد. سعد ألف شكر. شاعرة جميلة. أنا بعزها على المستوى الشخصي، حد من المنوفية سمعتها أكثر من مرة في الانتخابات. أنا قرأت لها طبعًا كتير، ولكن أنا سمعتها طبعًا القراءة وخدومة جدًا للوسط في الوسط. في الوسط الشعبي. اتفضلي. نكمل كلامنا لما كنا بنتكلم إن الأطفال فعلًا عندكم في الأطفال الصعيد. أنا أذكر إن يعني أولاد إخواتي وكل الأطفال اللي هم اللي في الحضانه، مش هقول اللي في الابتدائي، اللي في الحضانه، واعتقد اننا في حد كان المربعات اللي انا قلتها دي هم كانوا حافظينها بيرددوها طبعا. يمكن في قصيده اسمها سلمى. بمناسبه سلمى حبيبتي، بمناسبه سلمى، احنا طبعا انا طبعا مش هشكلك شاعر فن واو بس طبعا، يعني مش هصنفك ماشي، لاني انا سمعتك في الواو في مربعات الواو، وسمعتك في القصيده الكامله تمام. ولذلك لما سمعت سلمى أربع حروف شايلة السيوف والباقي بيسدن الرماح من قبل شكشكة البذور وإلى آخره، عشان أنت هتقول القصيدة طبعا بطريقة أجمل. هل سلمى رمز بدوي استلهمته من التراث، ولا أنت كاتب القصيدة ديت لملهمة معينة، ولا لمصر؟ والله لكن بس أنا لما جيت أدور لقيت إن مصر ثلاث حروف. لكن ما شئتي. لكن ما شئتي. كمل يا هاني، كمل. عامة الشاعر بيكتب النص وبيسيب كل واحد ياخده من منظور، ياخده زي ما هو عايز ياخده، مش هندي حد بيضه متقشره ابدا. صح. احنا بنديها اتعب عشان تعرف النص في ايه، عشان تعرف النص في ايه بالظبط. انما سلمى طبعا بدايتها اربع حروف والسيوف كل ده بيدل برضو دليل من البيئه اللي انا عايش فيها. انا عايش في بيئه صحراويه شرق النيل. شرق النيل ما بين الجبل وما بين النيل، بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر، الاندلس الجديده، بلاد ما وراء النهر. بلاد الاندلس. فانا عايش في المنطقه دي. المنطقه دي برضو لازالت احنا لازلنا في عام 1900 لحد دلوقتي. احنا في 2019، لا احنا لسه في 1900. عاداتنا وتقاليدنا وسلوكياتنا لم تتغير، يعني مع اختلاف حاجات بسيطه خالص، لكن كل حاجة على وضعها زي ما هي. الله. الخيول والجمال والصحراء والخضرة والنيل والهواء النظيف، كل حاجة زي ما هي. ما أنا وأنت بتوصل. أنا بتخيل، لأني أنا شفت بعيني. أنت يعني كأني عملت تقرير، فأنا متخيلة اللي أنت بتقوله. ومع ذلك فيها نبغة. نبغات مش نبغة واحدة. نبغات في كل المجالات وفي كل الفنون. يعني احنا عندنا لازما في كل سنه اي مسابقه خاصه بالادب والشعر اعرفها مدرسه الشيخ تميه. الله. على مستوى المحافظه، مش بتكلم على مستوى المركز، على مستوى المحافظه. فدي يعني البلد مش مع ذلك ان هي مكفوله او ضيقه، ان هي خلاص قصر على الجهل، لا في تطور علمي فظيع. وطبعا البلد يكفي ان فيها رمز من رموز الثقافه طبعا. هو جدي بالمناسبه، احمد رشدي صالح.
احمد رشدي صالح. الاسم مش غريب عليا. ثانيه واحده هتاخدنا كده في دوك. الاسم مش غريب عليا. احمد رشدي صالح ده اللي كاتب فيلم الزوجه الثانيه بالظبط كده. ده الاديب الكبير طبعا، رائد الفن الشعبي. ده جدك؟ اه جدي طبعا. متاكد؟ انا على الهوا، انا بقول كلام وانا بقول كلام في غرفه مغلقه. لا اصل انا بقول الكلام على الهوا. انت ده انتوا عيله ادبيه بقى ابا عن جد. هو انا بقول لحضرتك متوارث الادب في بلادنا. متوارث دائما وابدا. فطبعا احمد رشدي صالح يعني محتاج سلسله حلقات عشان اتكلم عنه. هو راجل شغل 28 وظيفه في الدوله، وكان رئيس تحرير لجريده اخر ساعه. ومراته كانت مدام اعتدال ممتاز، رئيس المصنفات. فده خرج من القريه سنه كام؟ سنه 1950 ايام الظلام. رائد الفن الشعبي، الفلكلور الشعبي، المسرح القومي. رئيس تحرير جريده اخر ساعه. يعني في نبغات طلعت من البلد. تحيه لادبنا الكبير يعني. سلمى نقول سلمى. نسمع سلمى. ايوه عشان الايكو بقى على الصوت. طب قبل ما نسمع سلمى نطلع فاصل ونرجع لسلمى. اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. عندما تتناغم الألوان مع روعة التصميم، والجودة مع المتانة والقوة، والراحة مع الخيال، فتصبح عاشق لحمامك. فكل ذلك يجتمع في ريتسي بانيورا. حورس، حور، نيفرتيتي، وشمار، والكثير. استمتع بحمام مختلف من ريتسي وجرب بنفسك الفارق. حبيبتي. ميرسي حبيبي على بانيو ريتسي. بانيو ريتسي، بانيو حب. بانيو ريتسي، ابدأ يومك بي. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنواصل لقائنا مع الشاعر الجميل هاني صوته. نسمع بقى سلمى. اتفضل. بس قبل ما نسمع سلمى نقول حاجه عن سلمى. اتفضل. سلمى القصيده اللي مش عارفه اتخلص منها. ليه بقى؟ ما حضرتش محفل ثقافي الا ما تطلب مني. الاطفال حافظينها لدرجه ان دخلوا بقى المسابقه السنه دي. فانا مش عارفه اتخلص منها القصيده دي. فشوفوا عامه الفن الجميل بيفرض نفسه بنفسه. تمام. والكلمة الجميلة اللي احنا بنجتهد عشان نقدمها ونرتقي بالذوق العام، هو مش احنا اللي هنرقي الذوق العام طبعا. ولا نزعم اننا هنرقي الذوق العام، ولكن بنجتهد ان احنا نقدم كلمة جميلة. الناس لما تسمعها يقارنوا بين اللي بيسمعوا واللي بيشوفوه، فيلجأوا للكلام الجميل. فعشان كده القصيدة لو ما كانتش جميلة عمرها ما هتنطلب. انا نفسي حفظتها لما سمعتها لك في كذا محفل. تمام. مفتتح خريف أعمى عواصف مصرة تبعدنا، فمن يا حبيبتي يسعدنا إذا بعد الغرام مسافات. أمانة عليك لا تصحي حنيني لو تحين صلوات. سلمى أربع حروف شايلة السيوف، والباقي بيسن الرماح من قبل شكشكة البزوغ. فكراني ناسي قلبي قاسي إن صوغ سلمى في قصيدة. أربع حروف شايلة السيوف، والباقي بيسن الرماح من قبل شكشكة البزوغ. فكراني ناسي قلبي قاسي إن صوغ سلمى في قصيدة. بس انت عارفة القلب فدان من جراح، والعقل شارد والجتة صيبها البلا.
حتى المشاعر ما عادتش تطرح. جايز يكون صبح الغلا، عودي بقى يابس، الريح يقطمني والصمت صوته بيألمني، وانت تقولي اكتبني قصيدة علي يا عشمانة في قصيدة من زمان. يم العيون سودة وعنيدة، مركب حروفي في الغرام لسه بعيدة، كأني مفيش كأني مليش، فقول الشعر ده واصل كأن الحرف متحاصر، وباب الحب مش عنوان، بتوه والخطوة معدودة، وشفتك حلم مش نعسان، حكيت عن عليا حدوتة أهم في الغيب وفي النسيان، تمنيت الغرام ما بين أربع حيطان مستور، دريتك على العيون الخلق شمعايا يكوى في صور، لقيتك نار وأنا المحتار، بطبع الشرق بشموخي وقلبي يدق والموال، هويت عليا زمن لكن غرام سلمى كمال إعصار، يا بنت الناس يا سيجة في الدلال حقك وحقي أهيم وقول أشعار، فلا تظني عشان حرفين كتبناهم هعيش سواح حد عنيكي، بلاش عندي يوريكي، صحيح بكتب لك الأشعار، لكن لو هنت على قلبك راح أطوي الورقة وانساكي، لكن لو هنت على قلبك راح أطوي الورقة وانساكي. يعني الله جميل جميل جدا يعني. نرجع تاني لفن الواو. كاد فن الواو أن يندثر إلى أن جاء الباحث والشاعر الكبير عبد الستار سليم ونفض الغبار من على هذا الفن، وقدم دراسات مستفيضة ووافية عن هذا الفن، منها كتابه المشهور قوي أو ووات عبد الستار سليم، ووات عبد الستار سليم وقال الشاعر وقال الشاعر. سؤالي هنا بقى، هو في فن ممكن إن هو يندثر؟ ممكن. إزاي؟ زي فن القتال، فن السيف، فن القتال بالسيف انتهى لما طلع الأحدث منه، لما طلع في تطور في تكنولوجيا، في أسلحة بتضرب بالزراير دلوقتي، فانتهى السيف وانتهى حرب السيف. بس السيف سوالي. طلع عليه حاجات جددته بالظبط. والفن لو وقف، والفن لو وقف عند أحمد عروس وملجيه، وبعد كده طلع في حد برضه يعني عشان ما ننساوش اسمه علي النابي. علي النابي طلع بعد أحمد عروس. ومين غير علي النابي؟ رواد فن الواو. لا، رواد فن الواو في العصر الحديث. رواد فن الواو في العصر الحديث هذكرهم لحضرتك دلوقتي، بس هخلص اتفضل المقوله بتاعت الجمله بتاعت الفن، انتصار الفن. انتصار الفن. علي النابي واحد من الناس اللي تقريبا نسبه 90% من شعراء مصر ما يعرفوش. تقريبا نسبه 90% من شعراء مصر ما يعرفوش مين علي النابي. ما هو ده واحد من ضمن الناس اللي ليه مربعات، ومربعات يعني من اشهر المربعات اللي كتبت، وما تطلبش مني اقول المربع، انا مش هقوله. انا كنت لسه اقول لك موقف علي النبي ده مش هقوله لان فيه تجريح لبعض الناس ما ينفعش. اتفضل. لا يبقى ما ينفعش. اتفضل. بس احمد عروس لو المربعات وقفت عنده وهتقولوا امهاتنا في البيوت وابائنا وابائنا واجدادنا، مش هيطلع للنور. خلاص كل اللي هيموت هيموت معايا الفن. تمام. انما جه عبد الستار سليم احياء، وانا قلت لك حامل لواء البعث والاحياء. والاحياء فعلا، مش حد لان عبد الستار سليم مش بقول جمع وحقق. لما يتقالش عليه جمع وحقق، لا يقول ايه حامل لواء البعث والاحياء لفن الواو من جديد. ده حقا 1800 كلها، من 1800 ل 1900 100 سنه. مين سمع عنها ال 100 سنه دي؟ ظهر فيها شعر؟ لا، ظهر ما ظهرش فيها غير محمود سامي البارودي واحمد شوقي وشعراء فصحى. شعراء فصحى ما كانش اصلا حد بيكتب الشعر العامي اصلا خالص في الفتره دي، انما ظهر ايه شعر المربعات بتاع ال 100 سنه دي. في مكان عندك جاهين، صلاح جاهين. صلاح جاهين فين؟ لا لا لا، فين هم في العصر الحديث؟ لا، العصر الحديث صلاح جاهين لما كتب الرباعيه، وقفلها ضبه ومفتاح قبل ما يمشي برضه على البحر البسيط. قال له يطلع يكتب الرباعيه، يكتبها على البحر البسيط زيه. شفت الكمباوند كله شكل من بره واحد، لكن من جوه التفاصيل هي اللي بتختلف. المربع كده والرباعيه كده والموال كده، كله بيكتب المربع على بحر المشتس كله، لكن مربعات، لكن الداخل التفاصيل بتاعتها فيها اختلاف. طبعا فيها اختلاف، اختلاف في المواضيع، بما اني ما مش مجيده فيها. طب انا في مدرسه جديده في فن الواو هكلمك عليها حالا. بمناسبه ذكر رواد فن الواو، انا لو اجيبها لك من قبلي يبقى طبعا الهرم او هرم مصر الرابع في فن الواو هو عبد الستار سليم، لا منازع معاه، لا ما حدش يعني يتكلم معاه. عندك حسين علام الصهاجي، عندك خالد الطاهر، عندك عادل صابر، فضل محمد ابراهيم، هاني خلف، دول الناس اللي هي يعتبر برزت
الناس دي اللي معروفه في اي مكان. طب بما انك ذكرت الشاعر الجميل استاذ فضل ابراهيم، استاذ فضل ابراهيم من رواد القاهره او من ساقطين القاهره، هل وسمعته في مربعات لفن الواو، تمام، هل هم كتبوا الشعراء اللي هم قاهريين كتبوا المربعات في الجناز زي الجنوب ما كتبوا؟ طب هو انت ذكرت اسم ابن الجنوب اللي هو استاذ فضل جنوبي، الاستاذ فضل ابن مركز صملوط محافظه المنيا، بس هو من الطيور المهاجره الى القاهره. يعني معنى كده ان فن الواو ما بيكتبوش الا اهل الجنوب؟ يعني بنسبه 99.9%. طب والشعراء اللي هم في القاهره ما حاولوش ان هم ياخدوا مدرستكم ديت ويتقلدوا بيها او نجحوا في انهم يكتبوها؟ اذكر موقف مع الشاعره ساميه ربيع، شاعره اسيوط، سكرتير نادي الادب اسيوط. كان في حد من القاهره كلمها وقال لها يا استاذه انا كتب. طبعا هي شاعره لا غبار عليها في كتابه المربع، وكان في سجال بينه وبينها اذكر من فتره، فحد بعت لها مربع من اهل القاهره، فقالت له بحس ان هو مايع دلع مش المربع. ايوه ما عليهوش البهارات بتاعتكم بالظبط، قالت بحس ان هو مايع ايوه دلع. ما عليهوش بهارات الجنوب. جد فكلمت بعتت لي المربع كده. بالمناسبه استاذه ساميه ربيع من اهل الصعيد برضو؟ من اسيوط. يا بنت مدينه، عشان بس بنوضح. لا بنت مدينه اسيوط طبعا، وسكرتير نادي ادب اسيوط. أيوة. صوت الام. فبالنسبه للقاهريين، مع احترامي للجميع، يعني القاهره، اهل القاهره والدلتا والساحل والقنال، يعرفوا هم عندهم حرفيه في القصيده، عندهم حرفيه في القصيده، انما ما عندهمش حرفيه في كتاب المربع، بيعتمد على الجنان. في قريه اسمها المطعنه، في جنا لا يقبلوا الا المربع الجناسي المتام المكفول. لازم اقول المربع مكفول. نجمي وبلدي تميمي، والنجب قالوا السطوحي، الشعر عندي تميمي كمرايا عاليه بسطوحي. لازم ان طلعت بره تميمي وتميمي وسطوحي وسطوحي، المربع مش مكسور، المربع كده في كسر. في كسر. بالنسبه لهم هم ما يعترفوش غير بالمربع المكفول. لازم يكون المربع جناس تام مكفول على بحر المجتس. طلعت بره حاجه من دول، انت ما كتبتش مربع ولا يعترفوا به شعر اصلا. لا زال والقريه دي كلها عن بكره ابيها بتكتب مربعات في فن الواو. كلمت ذكرت اسم حسين الصهاجي، وده استاذنا طبعا كلنا. جميل. كان في مدرسه هو بيكتب فيها، مدرسه جديده، الشطر، جناس للشطر الكامل، مش للكلمه، جناس للشطر الكامل. يكتب المربع عبارة عن شطرين مكررين، كل شطر يحمل معنى. جميل. فقرأت له في مرة مربع بيقول فيه المربع اللي أنا هقوله ده حسين علام الصهاجي. اتفضل. بيقول الجميل إنك بتوضح. طبعا. ده عشان ما تتخدش علينا. لا طبعا الأمانة الأدبية يا أستاذة. أيوة الأمانة الأدبية. هننتقل لحديث. بتقتضي إن أنت لازم تقول ده مربع مين ومين اللي قاله. إحنا هننتقل إن شاء الله الحديث دلوقتي في يعني. اتفضل. إذا كان في وقت معاكم هننتقل للتراث. أنا جامع حاجات لناس ماتت من 150 سنة. لو أنا حابب إن أنا ما أوضحش مش هوضح، محدش يعرف أنا حاجة. بتجمع تراث إيه؟ هننتقل للنقطة بس أذكر المربع. سمعنا المربع. المربع بيقول. خد المايك. هو بيقول في المربع، هقول مربعاتي أنا في بيقول يا ولدي ما نمت لك ليك. يا ولدي ما نمت لك ليك ولا حتى في يوم مراضي. ده الشطرين الأولين هم. جه الشطرين التانيين قال فيهم إيه؟ يا ولدي ما نمت لك ليك ولا حتى في يوم مراضي. طب يا عم حسين انت بتكرر تاني؟ لا. ما اي بما اني انا فاهمه ففاهمه. اي حد يقول يا عم انت بتكرر لكن تاني، لكن اللي قدامك مش فاهم بقى فهمه. بالظبط. فقال لي فك يا هاني. قلت له حاضر. اتفضل. كلمه لكليك لكليك. انا عايز يعني اهل اللي انا بقوله دلوقتي بالنسبه لاهل القاهره واهل الصعيد، كلمه لكليك دي صعب اي حد تلاقيه يعرفها. يعني اجبالكم انت ازاي عندكم لما الواحد يكون نايم كده وعامل كده، ده ايه؟ مجرفص؟ مقرفص زي مقرفص. فبيقول له يا ولدي ما نمت لك ليك. متلك ليك. ليك ليك. لا ليك ليك مش ليك ليك. ما نمت لك ليك. ما نمتش ملك لك مقرفص. مقرفص ليك. ابدا. ولا حتى في يوم مراضي، وحتى ولا وانا عيان. ولا وانا مريض. يا ولدي ما نمت لك ليك ولا حتى في يوم مراضي. دول الشاطرين الاولين. طب الشاطرين التانيين ايه؟ بيقول لي يا ولدي ما نمت لك. ما نمت لك.
ليك. ما نمتلك. ما نمتلك. ما نمتلك. يا ولدي ما نمتلك ليك. ولا حتى في يوم مراضي أرض. ما نمتلكش ليك أرض. مراضي. فده قوة الجناس وقوة الشعر. شفت الجميل لما أنت بتفك الجناس. في ناس ما عندهاش الملكة دي. فانطرت طبعا ما تعديش لازم. أنت لازم ما تعديش على السادة المشاهدين يعني تستفيدنا برضو. أنا كتبت. وتفيد أسرة البرنامج. كتبت بجعاد على نفس المدرسة. فكتبت إيه؟ اتفضل. بعدك في طلطيش مرح مني. بعدك في طلطيش مرح مني ولا لاقي حتى عناية. بعدك في طلطيش مرح مني ولا لاقي حتى عناية. شكرا. المربع خلص. لا فكوا. انا قلت بقى. الاربع شروق الاربع لا 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 كده فكوا بقى. طيب. بعدك في طلطيش على قفاك مرح مني. محدش رحمني يعني. سوري يعني. مرح مني. بعدك ومش رحمني يعني. بعدك في طلطيش مرح مني. مرح مني. محدش رحمني. ولا لاقي حتى عناية. مش لاقي عناية. عميت من كتر الضرب. بعدك في طلطيش مرح مني ولا لاقي حتى عناية. بعدك فطال طيش مرح مني. بعدك فطال طيش مراح مني ولا لاقي حتى عناية. اهتمام. اهتمام. جميل. طبعا جميل يعني. نفس المدرسة اللي هي مدرسة الجناس التام. طبعا حتى لا يؤخذ علي ان انا قلت كتبت مربع واحد. واحد يقول لك ده طالع يعمل يتكلم في مدرسة ومربع واحد. عشان السادة الشعراء قاعدين ايه دلوقتي طبعا عارف. لا ولا بعدين عشان هم عارفين انا بتصيد اي خطأ لاي حد. فهم قاعدين لي انا بالتحديد دلوقتي. لا ولا يهمك. ماشي. فيقول له يا ولدي من قبل ابوك ما تفرحنا والد الحزين سميناه. من قبل ابوك ما تفرحنا والد الحزين سميناه. ده الشطرين الاولين. الشطرين التانيين من قبل ابوك ما تفرحنا والد الحزين سميناه. وبحكم انك شاعر افك الجناز باقي. لا انت بقى اللي تفك. طيب. وبعدين انا النهارده ضيفه. ماشي. انت النهارده ضيف انا مذيع. حد معدي على ناس لهم وضعهم فشايف نفسه يعني زي ما احنا عندنا احنا الكلام ده يعني واد شايف نفسه فمعدي. فواحد بيقول له من قبل ابوك ما تف اي بسق ما تف رحنا رحنا جنبنا. من قبل ابوك ما تفرحنا. من قبل ابوك ما تف رحنا. والد الحزين سميناه. ابوه هيحزن عليه لازم. فقلنا ده والد الحزين. والد الحزين سميناه. من قبل ابوك مات فرحنا. فرحنا. لا مش فرحنا عاد هنا عاد. انا حبيت اغلطك انت معايا. خلاص بقى. من قبل ابوك مات فرحنا. فرح. فرحنا. من قبل ابوك مات فرحنا. والد الحزين سميناه. زجناه احنا السم بايدينا. يبقى من قبل ابوك ما تف فرحنا والد الحزين سميناه لقبناه. من قبل ابوك مات فرحنا والد الحزين سميناه. اللي هو السم يعني. بالظبط. دي مدرسه دي مدرسه من ضمن مدارس فن الواو. وطبعا فن الواو تسمي بفن الواو لكسره واو العطف. واو العطف. واو العطف. مفيش مربع بيخلو من واو العطف. مفيش مربع بيخلو من واو العطف. فسمي هذا الفن بفن الواو. برضو الشعر ابن البيئة. ابن المكان. ابن الظروف اللي بيتولد فيها. تمام. ايه اللي فرضته البيئة الصعيدية عليك اللي مش موجود في يعني في اي بيئة اخرى؟ او بمعنى اصح استلهمته من البيئة الصعيدية وعملت عندك الهام الشعر. كل حاجة. بمعنى كل اولا فن الواو ده اول حاجه. ما هي دي مختلفه عن ايه؟ عن اي بيئه اخرى يعني. انا شاعر او انا واحد دي مختلفه عن اي بيئه اخرى. فن الواو انه شاعر زي ما بيقولوا. اتربيت على الشعر على السيره الهلاليه. مثلا دي مبدئيا رقم واحد. السيره الهلاليه مربعات احمد عروس فن العديد. فن العديد ما هو ده فن من ضمن الفنون. كل ده انا بسمعه كل يوم. كل يوم بسمع الكلام ده. واحد بينادي على ابنه ابنه ما بيردش عليه او ابنه ما ردش عليه فبيقول له كبرت والكبر جابني لي وكلمتي في الجمع بطلوها. ناديت عليها ما جات لي ما جات لي. ناديت عليها ما جات لي وكلمه حتى عيالها تبعوها. مثلا واحد عمل موقف حلو تلاقي التاني يقول لي اما الشجاعه فمن عرض نجي. لكن هناك ما بين الرجال فروقات. موضوع الامثال الشعبيه بقى عاد الزمنيه دي اللي مش عارف كده
تقريبا شبه منتهي، لان الناس عندنا بتتكلم بلغه ايه؟ بلغه الشعر. الشعر بلغه الشعر. آه البيئه عندي اللي انا عايش فيها فيها كم من الاشعار. انا جمعت 18000 بيت من التراث. ده التراث اللي أيوة. انت بتقول عليه لاجدادي فقط. ما طلعتش بره قريه الشيخ تمي. لاجدادك فقط، ما طلعتش بره قريه الشيخ تمي. 18000 بيت جمعتهم في التراث. طبعا ثواني لا لا 18000 بمناسبه التراث طبعا. ثانية واحدة. النهارده عادات وتقاليد الزواج من ضمن موجوده في التراث. ما هي دي من ضمن لسه عادات الزواج وكده في على الطريقه القديمه. موجوده، لسه موجوده. إيه بعينها ما اتغيرتش. الفرح يقام لمده 15 يوم 20 يوم سامر للخيل ولعب العصاية وللمزمار والرقص الشعبي لعب العصاية والتحطيب. لا يعني لا لا ثانية ده مقيم. ثانية طبعًا. واحدة الموضوع كده كبير قوي طبعا. بس في حاجة استاذن حضرتك فيها. اتفضل. ان لو اتكلمت عن التراث النهاردة 1/11 في مثل هذا اليوم من العام الماضي فقدنا واحد على المستوى الشخصي انا بعزه وبحترمه رحمة الله عليه. واحد من كنز من كنوز التراث. الناس اللي ادتني في التراث كتير. هو توفى 3/11 هو اليوم يعني بس يعتبر في نفس في نفس اليوم. بس هو كان يوم جمعه. توفى يوم الجمعه برضه. فكان قبلها بثلاث ايام كان يوم بيومين يوم اربع. قلت له انا عايز اللي عندك. راح قال لي انا تعبان بس عشان انت غالي عليا هسجله لك. سجله لي في فتره في اشد اصعب فتره كانت في حياته وهي فتره يعني فتره الموت بمعنى اصح. فنسال الله العلي العظيم. طبعا هو اسمه عم شعبان صفوت محمد كرار خليل ابو عمر من الناس اللي هي ادتني في التراث. فرحمه الله عليه نسال الله ان يسكنه فسيح جناته ونقدم بخلص العزاء لاهله في ذكرى الثانويه الاولى. رحمه الله يعني تحدي اداني في يوم من الايام حاجه كنز من التراث. كنز قاعد يسجل لي اكتر من ساعه. ساعة تسجيل بتعمل على الورق. طب كده يا استاذ هاني الموضوع كبير قوي عن التراث وحرام ان احنا نخسف الموضوع ده في دقيقه اتنين حلقه اتنين كمان ما يكفوش حاجه عن التراث. ان احنا هناخد منك وعد كامل النهارده بسلسله حلقات نتكلم فيها عن تراث اجدادك كاملا. لكن هتسمعنا حاجه دلوقتي تراث اجدادك كتشويق للساده المشاهدين وبعدين تسمعنا حاجه ليك. اتفضل. ليا وللتراث مرة واحدة. ايوه مرة واحدة. ما احنا قعدت بقى دردشة. طيب يلا. الحاجة من التراث. طيب في البداية أول ما نبدي نصلي أول ما نبدي نصلي على النبي سيد السادات نبينا الذي نرجو شفاعة طه أبو شامات. أول ما نبدي نصلي على النبي سيد السادات نبينا الذي نرجو شفاعة طه أبو شامات. ويلك أيا كسلان صلي إن الصلاة على النبي تمنح رفيع درجات. عن وانتهى بهلال والسر مختفي ولا القصد منها هلال ولا زنتات. أبو زيد دار جوا نجوحا يتفقد السيرة مع الحالات. لما الطريق به انتهت حتى أن وصل إلى زغبات. لجزدان وعامر لهم هرج مع جدلات. عامر مصمم باكر الحرب نايب وزدان حاسب للبطل حسابات. الاثنين سلموا من بعد ما أدوا واجب التحيات. يزدان وانا جاي سامع هرج مع جدلات. مفيش يا خال من عدت الأحبة تذكر الوقعات. قال لا خليفة 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 يا حازر يوم نصب المجازر يا حازر لا يخسر يوم في التجارات. خليفة خليفة إذا انكسر أوعى تتبع يا أمير يرمك في بحر بلا مرسات. خليفة خليفة إذا انكسر أوعى تتبع يرمك في جورة من اللهبات. دلوقتي لو هنيجي نتكلم عن اللجنة الصعيدي لسه متأصلة فيك شايفاها متأصلة فيك كشاعر. يمكن أستاذ عبد الرحمن الأبنودي رحمة الله عليه أذكر له في لقاء أنه قال لم أتخلى عن كل ما غرسته في البيئة الصعيدية من عادات وتقاليد حتى اللغة. حتى اللغة حتى اللغة حتى اللغة طبعا. يعني مش عارفة هل حد هيفهم كلامي أن أنا لو قلت أن اللغة جزء يعني جزء أصيل من حياتي أو ركن ركين في حياتي. لغتي ولهجتي مش لغتي لهجتي جزء مني انا بعتبرها مني ما اقدرش اتخلى عنها. والله لو انا يعني على قناه مش هقول لك قنوات عالميه لو في قلب امريكا هيكلموني ما هيكلموا غير بلهجتي. وتنزل الصعيد كله
تنزل الصعيد كله، او بالتحديد اتكلم على اهل الكره لا زالوا متمسكين، مش الصعيد كله، لان برضو بدات العولمه تدخل على المدينه. أيوة. لكن انما في اهل الكره لا زالوا متمسكين، وانا بعتز طبعا بيها بلهجتي، وممكن بتكون مقبوله لناس ومرفوضه لناس. لا ده احنا حاسينها جدا، ما انا بقول لحضرتك وفي ناس مش مقبوله عندنا، وحبينا الخال الابنودي فيها، وحبينا الشاعر الجميل عبد الستار. ممكن حضرتك جبت نقطه، الخال الابنودي مع اللهجه الصعيدي، يعني في حاجه عايز اوضحها للساده المشاهدين، ان في 40 مليون صعيدي بيتكلموا اللهجه وهي بعينها. فمش معنى ان شاعر يطلع يبقى لازم يبقى شبه الابنودي، لازم شاعر يطلع يبقى، يعني هو حد هيطلع النهارده من الشباب اللي عندنا هيطلع يكتب هيقول لك ده شبه هنسطحي؟ لا، دي هي هو، طالما الشعر الانا هنا مطلوبه، هنا الانا مطلوبه والنرجسيه مطلوبه في هنا، بس في اثبات الذات في القصيد، ان دي القصيده بتاعتي، ده صوتي انا، لكن ان انا اطلع اقلد حد هو ده اللي يحسب علي. صح. لكن دي بقت مشكله في الوسط عندنا، تطلع تقول القصيده يقول لك ايه، بيجلد عبد الرحمن الأبنودي. بس فتفضل. في نهاية حلقتنا بتحب تقول إيه للسادة المشاهدين قبل ما نختم؟ عايز تختم بمربع؟ أوكي ماشي، بس أختم حلقتي وبعدين تتكلم، ولا تقول الأول؟ لا طبعا نقول الأول. طب تفضل تفضل. وذنبك إيه؟ وذنبك ايه؟ تنام الليل على دموعك، تخاف الصبح يتسلل، يفضح حمرة من خدك على عيونك، ورفضة تقولي ايه صابك، لترفع ايدها تدعيلك وتدعي علي فتصيبك. يا شجرة عمري وبتحامى انا فضلك، قطفت سمارك الطيب وسبتك عود ورق مفرود، يدوس القاسي والداني وايه تاني اللي فاضلك، قصيدة وخلية من اسمك، من الصورة ومهزوزة ومكسورة وشكل الكسرة من جسمك. يا رب هذا البلد فيه بنت حبتني واستحملتني، أيامها كنت أعمى وبستعمى وقابض، أيامها كنت أعمى وبستعمى ودابح قلبها بإيدي وقابض سعره من بدري، وكيف أدري بأوجعها وأنا عايش في دور سلطان وعندي حرم. شكرا. لك شكرا. وإيه ذنبك تنام الليل على دموعك وسيف مسرور على عتابك. بنشكر شاعرنا الجميل الشاعر هاني السوحي ابن محافظة المنيا. أعزائي المشاهدين، كان معكم على الهواء مباشرة بشرى الورداني، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله.